ما كان حالهم هكذا قبل عام. كانت هذه الأسرة تسكن في منزل له نوافذ وجدران قبل أن تتقاسم حياتها مع محل تجاري وتقبل العيش في هذا المكان الذي لا يفصله عن الشارع غير باب وحيد. تأخر رب الأسرة التي تعيش في إحدى أحياء العاصمة صنعاء عن دفع الإيجار فتراكم عليه وعجز عن السداد، فأغلقت أبواب رزقه وفتح له باب السجن الذي يعيش أيامه فيه. بينما تقضي أسرته الصغيرة ساعاتها في انتظار أن تخرج إلى الشارع الذي أصبح أقرب الأماكن إليها، هذا الحال تعيشه مئات الأسر دون أن يعرف عنها أحد ودون أن تسمع أصواتها. في العاصمة صنعاء وفي بقية المدن تغلق الكثير من أبواب الرزق وتفتح السجون أمام الجميع، وتتوقف الأنشطة في ظل من رفعوا البندقية وأغلقوا الحياة.